بالنسبه لهذه المكتبه احنا كليان ديالهم قدامين، وبالنسبه لينا احنا كنتسخروا من عندهم ديال الفرنيتور ديال بيرو. بالنسبه للمكتبه الادوات ديال الدراري ديال المدرسه كنصيفطوا لهم حنا غير ليستا، هما كيصيفطوا لينا كيجمعوا لنا هذا وكيعيطوا لنا بار تليفون ولا كيديفريو لينا حتى للدار. بالنسبه للدخول المدرسي في هذا الوباء هذا وهذه الجائحه هذه، حنا انا فضلت بالنسبه للاولاد ديالي يكون حضوري. بالنسبه للمدرسه ديالنا دارت الاحتياطات ديالها اللازمه وداك الشيء، ونتوب على الله خير. بالنسبه للدخول المدرسي هذه السنه والاستعدادات، كنبغيو نوجهوا رساله للزملاء ديالنا باللي حنا مستعدين على اتم الاستعداد باش ندوز هذا الموسم الدراسي على اكمل وجه، بحيث زودنا المكتبه ديالنا بكامل الكتب والمستلزمات المتطلبه من المدارس سواء العموميه او الخصوصيه. خلقنا واحد السيرفيس او خدمه جديده، هي ماشي جديده ولكن احنا كل عام كنا كنعملوها، غير هو هذه السنه هذه خدمنا عليها اكثر، الا وهي سيرفيس ادوميسيل، بحيث الزبون كيسردنا لاليست ديالو سواء عبر البريد الالكتروني او الفاكس او عن تطبيق عبر تطبيق الواتساب، كنقوموا بالجمع ديالها وكنتصلوا ديك الساعه بالزبون اللي كنوفروا له المسائل كامله 100%، وكنقوموا بالارسال ديالها. وهذه الخدمه هذه هي مجانيه، كنقوموا بها مع جميع الزبناء. بالنسبه للتوصيل المجاني اللي كنعملوا، بغينا نعملوها باش حتى حنا نشوف الوتيره اللي ماشى فيها البلاد، بحيث اذا قمنا بالتوصيل المجاني يعني غنتفاداو الازدحام هنا في المكتبه، وغنسهلوا على الزبون يبقى في المنزل ديالو. وثاني حاجه باش نساهموا حتى حنايا بتقليل من الوتيره ديال انتشار الوباء. بالنسبة للخدمات اللي كنوفرو كمكتبة ميستر بان ومطبعة في نفس الوقت، كاين لا فورنيتور دو بيرو اي سكولار، لي كونسيبسيون غرافيك يعني لا بوبليسيتي اون جينيرال، بما فيها لي كارت فيزيت لي فلايرز لي بانو دو بوبليسيتي اكسيتيرا، لي تيراج دي بلون، وكاين خدمات اخرى.